مرحبا أعزائي المشاهدين، من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. المغرب أصبح يمتلك مركزا حاسوبيا هو الأكبر في قارة إفريقيا، يتكون من آلاف الوحدات المركزية يعني البروسيسور بقدرة أكبر من 15 بيتافلو، وهذا يعني أن مستوى الذكاء الاصطناعي لهذا الحاسوب أو هذا المركز عال جدا، ويستطيع بسهولة القيام بثلاثة ملايين مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة دون أي خطأ، وهذا رقم مستحيل أن يتم عبر الحواسيب العادية حتى لو استغرق ذلك قرونا من الزمن. إذن ماذا ستستفيد المغرب بهذا المركز الحاسوبي، ولماذا يمكن أن نفصل التاريخ المغربي كله قبل إدخال هذه التكنولوجيا والمغرب بعد إدخال هذا الحاسوب؟ هل هذا الحاسوب مهم لهذه الدرجة حتى نؤرخ به تاريخ الدول؟ أجل عزيز المشاهد، لأن هذا الحاسوب يمكن أن يحدث ثورة في المجال العسكري للمملكة المغربية، في مجال التنقيب عن النفط والغاز وغيره، في مجال الصناعات التكنولوجية المعقدة، وفي أي جهاز يمكن أن يعمل بالإنترنت داخل المملكة وحتى خارجها، حتى إن الأمر يمكن أن يكون عاملا مؤثرا وحاسما في حماية البيانات والأمن القومي المغربي. بطبيعة الحال، من يريد الانضمام إلى أسرة عرب شو، أنتم تعرفون الطريقة كيف تشتركون في القناة. كل هذا بإذن الله وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو. قبل سنتين قام المغرب بافتتاح أكبر مركز حاسوبي في قارة إفريقيا، وبالضبط في مدينة بنغيرين، وهو الحاسوب الذي تعتمد المغرب عليه لتحقيق ثورتها الرقمية. ومن مزايا هذا الحاسوب المتعددة قدرته الكبيرة على تحليل البيانات وفك الحسابات المعقدة وكل ما يدخل في مجال الحساب الكمي، يستطيع فك الشفرات والخوارزميات المعقدة، ويعتبر مكونا لا غنى عنه في الصناعات الرقمية عموما، مثل الطائرات بجميع أنواعها، الدبابات، السفن، السيارات، الغواصات الحديثة بطبيعة الحال. وفي العادة فك هذه الخوارزميات يحتاج إلى سنوات وإشراف فريق مختص، ولكن بهذا الحاسوب تختصر الوقت إلى بضع دقائق، وهذا يضمن التفوق التكنولوجي للمملكة المغربية في كل القارة السمراء، والتفوق التكنولوجي يجلب التفوق الاقتصادي عاجلا أم آجلا، لأن هذا الحاسوب يدخل في كل الصناعات المتعلقة بالذكاء الرقمي وميكانيكيا الكم في قطاع الطيران والملاحة في المجال المدني والعسكري، كذلك التنبؤ باضطرابات المناخ والتقلبات الجوي. وحتى تفهم المسألة عزيز المشاهد بأكثر دقة سوف أقدم لك هذا المثال. مثلا ولا قدر الله يوجد طائرة معادية للمملكة المغربية واقتحمت الأجواء المغربية، هذا الحاسوب يمكنه أن يحدد مسارات الممكنة لهذه الطائرة، يستطيع قيس سرعتها وحساب الفرضيات المعقدة للاتجاهات الممكنة لهذه الطائرة وما هي وجهتها، يعني إذا كان انطلقت هذه الطائرة من نقطة ب ووجدناها مثلا في النقطة جيم، فإن هذا المسار الذي يبدو مثلا مستقيم فإنه سوف يمتد على مسار مثلا أكثر من 100 كيلومتر، وهنا يمكن للعتاد الدفاعي للمملكة المغربية أن يضرب هذه الطائرة بتنبؤ المسار الافتراضي لهذه الطائرة، كما يستطيع التنبؤ وقيس الحسابات
الدقيقة للصواريخ التي يمكن أن تطلقها ويمكن أن تقصفها في الجو. هذا في المجال العسكري، أعطيتكم فرضية بسيطة يمكن كذلك أن نقيس عنها في المجال الجوي والتنبؤ بالكوارث الطبيعية. فمثلا لو كانت هنالك سحب تبعد 500 كيلومتر في المحيط الأطلسي وهي في مسارات معينة ويقيسون معها ضغط الجو وما إلى ذلك، فإن هذا الحاسوب بقيامه بالعديد من العمليات الحسابية المعقدة يستطيع أن يتنبأ بموعد وصول هذه الأمطار وحجمها والمناطق التي يمكن أن تشملها هذه الأمطار أو هذه الكارثة لا قدر الله. إذن عزيزي المشاهد، يمكن الآن أن تستوعب حجم وأهمية هذه النوعية من الحواسيب التي أدخلتها المملكة المغربية للتراب المغربي، وهي تعمل بالفعل داخل المملكة المغربية، بالإضافة إلى الحسابات الجيولوجية والحرارية عبر حساب ضغط الهواء وسرعة تدفقه وما إلى ذلك. يعني تعتمد بشكل رئيسي في صناعة التنقيب عن النفط والمحروقات عموما. ولا ننسى أن المغرب مهتم بهذا المجال، خصوصا أنه يقوم باكتشافات مهمة ويمكنه الآن قياس حجم احتياطاته في جبل تروبيك وفي حقل غاز العرائش وتندرارة وترفايا وما إلى ذلك، بعيدا عن تقارير الغربية، وهذا يضمن السيادة المغربية على ثروته. وكذلك هذا يحفز الشركات على القدوم إلى المغرب لأن هذا يسهل لهم عملية التنقيب، كما يعتبر عنصرا لا غنى عنه في الأمن السيبراني في الوقت الراهن، خصوصا أنه يوجد الآن 3 شركات رائدة في مجال الأمن السيبراني أعلنت في هذه السنة استقرارها في المملكة المغربية. وهذه الشركات هم الشركة الأمريكية أوراكل التي تعتبر أكبر الشركات المهتمة أو التي تعمل في البيك داتا وفي القواعد البيانات، كذلك الشركة البريطانية سياج عملاق حماية المعلومات، والشركة الأوروبية العسكرية طلاس والتي مختصة في الصناعات والدفاعات المعلوماتية والسيبرانية. وبالتالي التفوق التكنولوجي يعني التفوق الاقتصادي، والتفوق الاقتصادي يعني نمو قطاعات حيوية مثل البحث العلمي، الصناعات الرقمية، والصناعات المتعلقة بالبيانات العملاقة البيج داتا، والتي يمكن من خلالها مراقبة القطب المالي بالدار البيضاء حديث العهد ومدينة طنجة تاك والمدن الذكية المستقبلية، خاصة وأن هذه المدن الذكية تزود بكاميرات فحص الوجه في أغلب شوارعها، وفي حال وجود فار من العدالة يمكن البحث عنه في لحظات بفضل الشبكة البحثية السريعة والتي تتعرف بالذكاء الاصطناعي على وجه الفار من العدالة والقبض عليه، كما تستعمل في الموانئ، في الشحن، في الربط بسلاسل الشحن العالمية وربطها بالأقمار الصناعية. إذن أعزائي المشاهدين، هذه التكنولوجيا التي تقوم ببنائها المملكة المغربية ونجحت بالفعل في توطينها هي بمثابة إحداث الثورة الرقمية الرابعة التي تمتع بها أغلب الدول المتقدمة، ولكن تبقى الدولة المغربية هي الدولة الوحيدة أفريقيا التي دخلت في هذا المجال. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.